لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في برنامج وبتؤجر الذي يأتيكم على قناة الأجواء خلال أيام شهر رمضان الكريم. سؤالنا لنهار اليوم يقول: متى فرض الصيام؟ بدون إطالة نروح نشوف رأي الجزائري حول هذا السؤال. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله. بلي راك تعبان، قلبك رمضان. نعم، هي اليوم السخانة على لبك، بلي القبة والمشي وكذا. ومنا بلا احنا نزيدو نلحقو عليك، نطرح عليك سؤال ربما تجاوبنا عليه. يا خويا تفضل. متى فرض الصيام؟ متى فرض الصيام؟ من وقت الإسلام. فرض قبل الإسلام. أعطينا الإجابة الصحيحة، متى فرض الصيام؟ الله وربي أعلم، ما نقدرش نجيب لك وين، ما من اللي بدا الاسلام بدا الصيام هذا. لا، الاجابه تاعك خاطئه يا خويا، هذا الشيء اللي نعرف. واش تقول لنا مناسبه شهر رمضان؟ يا خويا رمضان مبارك ان شاء الله، ورب ان شاء الله يرفع عنا هذا الوباء، أمة محمد وكل مشغل الجزائريين. هذا ما نقولكم، صحه لفطوركم. لا اله الا الله محمد رسول الله، عليه صلاه الله، عليه صلاه الله. عندنا سؤال فقط. أهلا وسهلا بك، تفضل. متى فرض الصيام؟ متى فرض الصيام؟ الله أعلم. ما عندكش إجابة؟ ما عنديش إجابة. قلنا مناسبة شهر رمضان، نقول إن شاء الله يروع لنا هذا الوباء وصحة رمضانكم وشكرا. شكرا جزيلا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله. عندنا سؤال فقط لا تقدر تجاوب عليه. تفضل. متى فرض الصيام؟ 1837. لا لا، هجري. 1837 هجرية أول ما افترض الصيام في اعتقادية. للأسف إجابة خاطئة. صحة رمضانكم، وكما يقول لكم طريق سلامة، وربي يرفع عنا الوباء هذا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله. ابن السؤال فقط لا تجاوب عليه. شنو السؤال؟ متى فرض الصيام؟ ما نقدرش. ماش اجابه؟ ما عنديش اجابه، ما عنديش اجابه. قلنا مناسبه شهر رمضان، واش نقول؟ ولا الصحه والهنا لكل الجزائريين، وربي ان شاء الله يرفع عنا هذا الوباء. هذا ما نقول لكم. لا اله الا الله محمد رسول الله، عليه صلاه الله، عليه صلاه الله. متى فرض الصيام؟ فرض الصيام 5 هجري. نعم، 5 هجري. متأكد من الإجابة؟ متأكد. إجابة خاطئة للأسف. شكرا. صح. واش تقول لنا مناسبة شهر رمضان؟ ها واش نقول؟ إن شاء الله يقب عنا بالصحة والعافية، ونطلب إن شاء الله ربي نفك عنا إن شاء الله هذا الوباء، ونعقبوا إن شاء الله رمضان بالصحة والعافية. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله. لا إله إلا الله. معليش، عندنا سؤال فقط ربما تجاوبني عليه. تفضل خويا.
متى فرض الصيام؟ الصيام فرض في العام الثاني للهجرة. العام الثاني للهجرة. راك متأكد؟ متأكد. آخر كلمة؟ آخر كلمة. إذن فعلا الإجابة كانت صحيحة. متى فرض الصيام؟ فرض الصيام العام الثاني للهجرة. إذن الإجابة كانت صحيحة. قبل ما تروح يعني قبل ما تأخذ هدية لمتمثلة في مصحف، واش تقول لنا مناسبة شهر رمضان؟ مناسبة شهر رمضان إن شاء الله نقول ربي يجعل لنا بصحة ولهنا، ربي يتقبل صيامنا صيام الأمة الإسلامية إن شاء الله، وربي يرفع إن شاء الله يرفع لنا هالوباء، وإن شاء الله ربي كما قلت قبلوا يعيدوا علينا بالخير وزوا ولهنا إن شاء الله. إن شاء الله. وبارك الله فيكم. كيف راك دير مع صلاة التراويح؟ في المنزل. في المنزل. نصلي في المنزل. في المنزل. في المنزل إيه. مع العائلة. مع العائلة لازم لابد. مع الزوجة والابن لازم نصلي في المنزل. تقبل الله منكم إن شاء الله. آمين يا رب. تأخذ معنا هدية لمتمثلة دائما في مصحف. وشكرا جزيلا لك على الإجابة الصحيحة. شكرا جزيلا. هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن، روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير، يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان، جينا نبارك للحلوين، ما زعلنا مسموحين، خير وبركة مرتاحين، والحبايب مجتمعين، صوم وطاعة للرحمن، هل هلالك يا هلا بك.